أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدم أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. بروزوفيتش واحد من مهندسي الفريق في الملعب، مهمته هي استلام الكرة من الدفاع، نقل الفريق إلى الحالة الهجومية. مهمة تحتاج إلى قدرات خاصة، وهي قدرات يملكها بكل تأكيد هو من أهم لاعبي الوسط اليوم في الميدان. بروزوفيتش، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، توكو إيكامبي، كرة إلى الأمام، يخلص الكرة عن مناطق الخطر. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. توكو إيكامبي يستقبلها في وضعية جيدة. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول كانت الكلمة فيه للدفاع. يفقد توازن، يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. أليكس تيليز، بروزوفيتش، يلعب كرة بينية وستكون هنا رمية تماس. والآن عملية التغيير، لديه مساحة هنا. ساديو ماني، انتهى كل شيء مع صافرة النهاية.